عن رونالدو وهو بيغوص على عمق 14 متر. لكن هنا بقى الفيديو اللي معانا صاحبته او صديقته البرتغاليه، او الفيديو يعني احنا بنتكلم عليه، صديقته البرتغاليه ان عملت نفس القصه كده، قلدته ونشرت صورها كمان وهي تحت الميه وهي بتقوم بالغوص في البحر، ومفروض ان بيقضي رونالدو مع عائلته اللي هي صديقته واولاده يعني اجازته الصيفيه. ده على متن يخت فاخر اشتراه مؤخرا ب6 ملايين يورو حسب صحيفة يعني ديلي ميل البريطانية. وكانوا زي ما كنت بقول امبارح، هم دايما يعني انا متابعاهم على السوشيال ميديا الصراحة، هم دايما بينشروا كل حاجة بيعملوها خطوة خطوة، احنا متابعينهم. انا عايز اقول لك انا قلقان عليه، اقسم لك ده هيطلع له اكياس دهنيه في سمانات من كتر النبر اللي بنبور عليه. لا لا ده ما بيحصلش، ده انا شخصيا مش بفوت له فيديو اقعد اتفرج كده وغوص تحت الميه ومش عارف ايه فوق الميه. بس بيني وبينك، ما هو اللي يلاقي الدلع وما يتدلعش يبقى مغفل، اللي يلاقيه بقى مش كده برضه؟ ربنا يبعت، ربنا يبعت.